وللإعلام حصة الأسد في سباق الغزي الدولي 2017. اعتمد فريق الإعلام في جمعية بيت الطلبة والشباب ثلاث مراحل في التغطية الإعلامية: مرحلة ما قبل سباق الغزي الدولي هو نشاط رياضي، ومرحلة أثناء نحن توا موجودين بالغزية، بعد شوية يتم انطلاق، ومرحلة ما بعد السباق. هيك نشاطات عم تعملوها هي نشاطات محبة والفة وهذه المطلوبة. حدب وصوب تمت دعوة وسائل الإعلام لتكون شريكاً في نقل هذا الحدث. بيت الطلبة والشباب يلي هي منظمة هالحدث أو هالأكتيفيتي سبورتيف، هالنشاط الرياضي يلي عم بيصير للسنة الثالثة. بالسنتين الماضيين كان عندنا 10 دول تقريباً مشاركة، هيدا السنة يرتفع العدد إلى 15 دولة بتشارك معنا في السباق الغزي الدولي، من ضمن دول أوروبية. سوريا العزيزة الحبيبة هي أيضاً مشاركة، من خلال عدائين سوريين رح يركضوا معنا. كان عندك تجارب شيء سابقاً؟ يعني طلعت حضرت ماراثونات برا، حضرت هولندا، فكرة عن هذا الموضوع، ولا هي الفكرة خلقت من الداخل؟ الفكرة طبعا نحن موجودين بالعمل الاجتماعي وبالعمل العام، بالعمل الرياضي وغير الرياضي منذ ما يناهز 25 عام. عادة لما ندعي لهيك نوع من الأنشطة على مستوى يعني بشكل سنوي على مستوى لبنان، بنقول انه كل حدا او كل جهة بتحب تشارك نحن بتكون بوابنا مفتوحة للجميع. السباق الغربي الدولي يتميز بمشاركة جميع اللبنانيين، ونحن نتكلم على عبر صوت المدى. في هذا الصباح اللبناني في 13 تشرين نتكلم عن سباق متميز على المستوى الدولي، ترك حيز مكان له على الخريطة الرياضية الدولية، وهذا ما أكيد نحن بحاجة لهيك نوع من النشاطات لحتى نحفز شبابنا أيضا على الرياضة. يعني قدي مهم أنه العقل السليم في الجسم السليم هني بيتكاملوا مع بعضهم. سيدة باسمة، خلينا نحكي أكثر عن أهمية التعاون مع هيدي الجمعية وتنظيم هيك أنواع من الماراثونات. دائما منقلهم لزملائنا ومنقول بين بعضنا أنه نحن حدودنا السماء، يعني بنوصل لمطرح معين بنحس نفسنا انه نحن نجحنا بشكل كتير كبير، من خلال طبعا ردود الفعل يلي بتجي من وراء الانشطه يلي نحن بنشتغلها. سيد بلال، شو المسافه اللي بتكون بالماراثون؟ بيركض سباق الغزي الدولي، بنظم السباق لهذا العام لمسافه 12 كيلومتر. حتى بمساره لهذا السباق، بمساره بحاكي العيش المشترك اللي نحن بنتغنى فيه دائما كلبنانيين، ومن رب جيل الشباب حتى يتمسكوا بهذا الشعار. أستاذ بلال، يعني ذكرت أنه عدائين من الخارج، هيدي أول مرة بيشاركوا بهالحدث، شو جديد أيضا بسباق العام 2017؟ لم يكن موجودا بسباقين السابقين. نعم، لا كان الحقيقة نعم. كان فيها مشاركة كبيرة من دول أفريقية وعربية في العام الماضي، شارك كثير من دول أفريقية ودول شمال أفريقيا بالإضافة إلى دول عربية. السنة هناك دول إضافية ستشارك، هناك مصر وتونس. في العام الماضي تعذر التواصل مع رياضيين، السنة مصر وتونس من دول شمال أفريقيا تشاركي. لح يكون في مشاركة من عدائين من النرويج وعدائين من إنجلترا، بالإضافة إلى مشاركة قوات اليونيفيل. نحن دعينا هيدا السنة عدد كثير كبير يفوق 70 شخصية، ما بين إعلام، ما بين فنانين، ما بين مثقفين على مستوى لبنان وعلى مستوى الوطن العربي. هم أكدوا حضورهم رح يكونوا موجودين، ولكن هناك رسالة تحملها جمعية بيت الطلبة والشباب، ألا وهي دائما التنمية البيئية والتوجيه العلمي للشباب. كيف الحال هذا الصباح؟ اسمحوا لكم بصوت نقول لك نحو للصحة. كل شيء تمام الحمد لله رب العالمين، سعيدين جدا أن نحن اليوم باستضافة قناة ثقافي. بس ما حكي أستاذ غدار عن يعني مسار السباق، بيقول ما في له مثيل يعني بالغزية. صحيح، الرياضة تجمع إن شاء الله، تجمع كل شعوب العالم خاصة الشعب العربي. الرياضة تضع كل الاختلافات أو شيء وتجمعنا في
بيت واحد. وتفاجأت اسم الله بالعدد والكم الهائل من الشباب المشارك، هذا بيشجع وهيدا فخر لنا كلبنانية. كل أعلامنا في الوطن العربي هي في النهاية علم واحد يحمل قلب واحد، يعني الحدود بيننا بتتكسر. يمكن الرياضيين والفنانين دائما بنقولها في البرنامج بيقربوا أكثر من السياسيين بكثير. صح. العام 2016 في العام الماضي رقد اللبنانيين والضيوف الأجانب والعرب تحت شعار نرقد ليعم السلام. العام 2017 هذا الشعار نرقد لتحية العلم انحناء أمام التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الجيش اللبناني وشهداء المقاومة. تحية لقناة الإنسان الفضائية التونسية تحت عنوان يدا بيد نرتقي، تنظم حضرتك هذا اللقاء، ونحن في لبنان تحت شعار دعم الطفولة ودعم الشباب أطلقنا في 2009 في عام 2009 جمعية أطلقنا عليها اسم بيت الطلبة والشباب. هذه الجمعية تنظم في العام 2017 النسخة الثالثة من سباق الغازية الدولي. هيدي السنة نحن من خلال تلفزيون عربي عم نقول أنه معنا 83 وسيلة إعلامية هولي اللي موجودين قدامنا على قوائم، وهني رح يكونوا حاضرين معنا على أرض الغازية. سيد بلال، كيف التحضيرات للماراثون؟ هيدي السنة الثالثة بتم تنظيم هالسباق. شكرا لاستضافتكم. بالحقيقة تنظم جمعية بيت الطلبة والشباب للسنة الثالثة سباق الغازية الدولي، وهو سباق لمسافة 12 كيلومتر ومسار مميز جدا رائع على بوابة. محلياً وعربياً ودولياً حضر الجميع مشاركاً في نقل الحدث، ما يقارب من 90 وسيلة إعلامية قدمت تقارير ونشرات أخبار وأجرت مقابلات مع الجمعية بهدف نقل الصورة كما هي. سباق الغازية رح ننتقل سريعاً إلى المشاهد لنشوف شو كان عم يصير. جمعية بيت الطلبة والشباب بلبنان نظمت نشاط السنوي وهو سباق الغازية الدولي بنسخته الثالثة. الآن الأجواء كلها هي أجواء احتفالية، خاصة كنشاطات مع الأطفال، نشاطات كبيرة قاعدة تقام مع الأطفال هوني وراي. الآن شعار منكم لتحية العلم برعاية المدير العام للأمن العام اللي وقع مع جمعية بيت الطلبة والشباب في لبنان حيث سباق الغازية الدولية. أقيم سباق الغازية الدولية الثالث انطلاقا من حديقة الرئيس نبيه بري عند الواجهة البحرية لبلدة الغازية. لا شك أن التغطية الإعلامية هي نصف الحدث، ويبقى النصف الآخر هو أهمية النشاط النابع من هدفه السامي. ركض الجميع تحية للعلم وكانت الإشادة بأهمية الحدث. وهذا يوم رياضي مميز عم يعطي تضامن على صعيد اللبنانيين كلهم وعلى صعيد الجنوب بصورة خاصة. بقول إنه إن شاء الله كل زاوية بلبنان تعمل مثل ما أنتوا هلأ عم تعملوا. حقيقة بيت الطلب والشباب جهود مشكورة لإقامة مثل هكذا سباق تنمية مهارات الشباب المختلفة، تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم. وأنا مبسوطة أنه نركض لتحية العلم، يعني الشعار اليوم مميز كتير بهالسنة، وأنا بشكر كل اللي اختار أو اللي ساهم باختيار هذا الشعار. هيدا شعار السلام، شعار التوحيد والشراكة بالتفكير والعطاء اللامتناهي. لكن هذا الجهد بلا شك أنه جهد مثمر وجهد جيد، يعطي صورة جميلة عن الجنوب، بوابة الجنوب والغازية اليوم أصبحت في مصاف يعني البلدات الكبرى والمدن. وهذا الشيء اللي احنا عدنا بنفتقد له بهيدا الأيام، أنه نركض كلنا لهدف واحد. كيف إذا كان هذا الهدف هو العلم اللبناني اللي قادر يجمع اللبنانيين؟ العلم هو رمز الوطن، وكلنا بنركض كرمال الوطن. في حدا ما بيحب وطنه؟ لأنه أنا بحب وطني جيد. بدعي كل الناس فعلا يشاركون، كان بسباق الغازية الدولي بالسنة الجديدة أو بكل السباقات اللي عم بتصير بلبنان، لأنه يبدو أنه بلشت ثقافة الماراثون تتعمم بلبنان. كل يوم لازم نركض لتحية العلم ولحب الوطن ولحب الحياة. أول شيء شعار كتير حلو، لأنه نركض لتحية العلم
هو لازم الواحد كل يوم بحياته يكون عم يعمل شغله، كان عم بدرسته، كان بشغله، كان شو ما عم يعمل، يكون تحية للعلم. بشرفني انه شارك بهيك ايفنت، واكيد رح يصير لوحة مباشرة اليوم ان الله راد بساعة من الوقت انه اعمل شيء من وحي الايفنت، وان شاء الله بيطلع شيء حلو ان الله راد. ويبقى الوعد بنشاط رياضي يجمع أكثر من 100 وسيلة إعلامية في العام القادم.